السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو. يعني بس يعني تعريفي، مجرد فيديو تعريفي بالإنديان فاير وول. الإنديان فاير وول تقريبا زي البي اف سنس فاير وول، الاثنين رائعات، الاثنين يعني أول شيء فيهم كل الخصائص، يعني بما في ذلك إنه IBS IDS. كمان هم عبارة عن شركة مش مجموعة أشخاص، يعني من هاي الأمور. كمان في سبورت كونتراكت إذا بتشتري من عندهم، كمان في عندهم إنديان برودكتس معينة هم بقدموها لإلك. يعني مثلا في عندك وايرلس أكسس بوينت، وفي عندك ميديوم نتورك مثل راوتر بسيط مثلا الشركة أو كذا، وفي عندهم إشي لإنترنت سيرفيس بروفايدر يعني الأشياء الخارقة هاي، خلينا نحكي. طيب لو رحنا على الإنديان فاير وول، فايروول كوميونيتي. انديان فايروول كوميونيتي اوفر فيو، طبعا اثنين اوبن سورس فري سوفت وير، لكن البي اف سنس هو عبارة عن بي اس دي، بينما فري بي اس دي، والانديان عبارة عن عبارة عن عذرا عبارة عن عن جنو لينوكس. 20 مرة حكيتها عبارة عن، لأنه مش راضي يكبس معي، مركز مع الشاشة. طيب في عندك Indian Firewall Community، وفي عندك اللي هو Unified Threat Management، اللي هو الأشياء المتقدمة، لكن مش راح تشعر بالفرق إذا كنت أنت يعني بالبيت، بدك إياه للبيت لعندك، أو حتى بجوز لشركتك إذا كانت شركة صغيرة مش راح يعني تشعر بالفرق. لكن أكيد طبعا البروفيشن راح يكون أفضل. نتورك سيكوريتي، في عندهم كمان أشياء خاصة بال، يعني نلقي نظرة على الفيتشرز، بس انه راح يقول لك انه الاشياء انتي فايروس، الويب سيكوريتي، ريموت كونكتيفيتي، طبعا كله بدعم عندك الميل والويب سيكوريتي، سيكيور ريموت اكسس. بس لا، هون في بيحكوا تمام ستيتفول فاير وول اكيد، طبعا في بي ان، اي بي سيك، اس اس ال، وفي عندك هون ايميل سيكوريتي، انتي فايروس، سنترايزد مانجمنت، ريبورتينج، بوليتي اوفيسر الى اخره. طبعا انديان فاير وول كمان شركة ضخمة، يعني مش شركة عادية، لكن هم كمان بيحاولوا يوفروا، يعني بيقدموا لك كل الاشياء اللي انت بتحتاجها كفرد او كمؤسسة بسيطة، لكن اذا انت شركة وبحاجة لاشياء متقدمة، فانت يعني تدفع مقابل هاي. الان الفلوس اللي انت بتدفعها الزيادة يعني هي علشان تحافظ على يعني نجاح هذا المشروع، وعشان تساهم في تطويره. خلينا نشوف products models compare. طب هروح على برودكتس بالأول. من زمان أنا مش داخل على الموقع تبعهم صراحة، يعني أو من زمان مش بحب، يعني مش بلكش بهاي الأشياء. طيب compare models. في هون عندك أيوة small networks،
يعني زي الشبكات اللي احنا بنعتبرها سمول نتوركس، هوم نتوركس. يعني شبكتك بالبيت هي سمول نتورك، ما فيش فيها يعني اضخم شبكة، فيش فيها 15 جهاز. في طبعا في عندهم كمان لك شو اسمه برودكتس، يعني في كمان ميديوم نتوركس عبارة عن أشياء لشركات بسيطة، مش شركات بسيطة بسيطة يعني، يعني شركات لكن نتكلم بعد بعدة مئات من الأجهزة، يعني ما بين 1000 إلى 2000 شخص يعني بس. عذرا. في كمان طبعا هاي بالنسبة للإنترنت سيرفيس بروفايدر، هو عادة بيقدموها أو للشركات العملاقة، يعني بنحكي عن آلاف موظفين، مش آلاف موظفين بغض النظر عن موظفين، احنا بنحكي عن آلاف الأجهزة. فلأنه في عندك أنت بهمك فاير وول ثروبوت، هون احنا بنحكي عن الأشياء المعقدة، بنحكي عن الجيجا بت بير سكند. طبعا ما فيش حد عنده جيجا بت بير سكند خط انترنت غير انترنت سيرفيس بروفايدر، انتي فايروس الى اخره، ويب سكيورتي وكذا. في كل واحد بيجي مع داتا شيت اذا بتحب تلقي نظرة عليها، سواء المنزلي او الشركات او الانترنت سيرفيس بروفايدر الى اخره. طيب احنا مش راح نكمل هون. انا طبعا يعني نزلته مشغال وعملت له ريست، فاكتوري ريست، فعشان هيك مش يعني كل اللي عملته عبارة عن شغلة واحدة. اول اشي ضغط زيرو، بعدين حكيت له لوجين، سوري لوجين، ودخلت الباسورد انديان، طبعا هو ديفولت باسورد انديان، وبعدين حكيت له نت ويزارد، حكيت له انتر، حكى لي شو اسمه الهوست نيم، حكيت له انديان فاير وول، فاير وول، بعدين دومين نيم لوكال دومين، الريد انترفيس اللي انا بثقش فيه ياخذ الاي بي ادرس من دي اتش سي بي، هو عبارة عن انترفيس ايثرنت زيرو. كيف عرفت انه ايثرنت زيرو؟ اذا كان عندي انا تو انترفيسز، الاول راح يكون ايثرنت زيرو، الثاني راح يكون ايثرنت 1. ايثرنت زيرو هو معمول نات اللي هو راح يكون 1، وهذا عبارة عن ايثرنت 1 اللي هو راح يكون لان او الجرين انترفيس. فهاي ريد انترفيس ايث 0، جرين انترفيس ايث 1، هاي الاي بي ادرس، اورنج انترفيس ما فيش ما في، انيبل اوكي ما فيش مشكلة، انا بحبه يكون انيبل، هو فعليا ديسيبل وبس. وباخر اشي حكيت له يس يس بس، هذا هو كل اللي صار، عملت اكزيت ورجعت لهون. هذا هو الاي بي ادرس اللي انتم شايفينه، اللي هو عبارة عن 192.168.56.200 على البورد 10404.443. طيب بعدين اجيت على هاي، لكن شفت ان فايرفوكس ما بدخل على ال، دقيقة اورجيكم شغلة، حكيت له بيست اند جو، بحكي لي هاي بس ما بقدر ادخل. ليش؟ لانه السيرتيفيكت قديمة فالفايرفوكس بعطلها مباشرة. فنزلت كروم وحكيت له بيست اند جو، طبعا بما انه السكيور طبعا انا اصلا كنت عامل لوج ان، فيبدو انه الكوكي تبعت ال تبعت اللوج ان بعدها معها، لكن انت بتقدر تعمل لوج اوت لوج ان. انديان باسورد، ما عملتش اشي بس تأكدت انه كل شي شغال. هاي السيستم، هاي الاشياء، الاس اس اتش، ويب كونسول،
شايفين انتو هون في عندك بريدج انترفيس 0. طبعا هدول الاثنين عبارة عن نفس الانترفيس، بي ار 0 والايثرنت 1 هم عبارة عن نفس الانترفيس، عشان هيك ما تخلبطش اذا مثلا طلع لك بي ار 0. كل شيء عندك اوف، لكن خليني القي نظرة بس على النتورك، مش راح يعني اورجي يعني احكي لكم او اعملكم اي شيء. هي عبارة عن يعني نظرة خاطفة كويك بيك اذا سيستم بس، فمش راحين يعني نعمل اي كونفيجريشن، بس يعني بالنسبة للسيرفيسز بس، يعني بما انه في سيرفيسز هاي انتروجن بريفنشن. في عنا كمان في الانتي فيروس، وكمان في البروكسي، كمان اذا بدك تعمل بروكسينج للشبكة تبعتك ففي عندك بروكسي، وفي عندك كمان الفي بي ان، تقدر يعني اذا بدك تعمل في بي ان بتوين تو سايتس بدعم اي بي سيك، فانت بدك تعمل انيبل اي بي، مش اوبن في بي ان سيرفر عمله انيبل، لكن اوبن في بي ان اذا ما بتعرفش تقدر تشغل اوبن في بي ان سيرفر وتدخل من اي مكان من جهازك، تشغل اوبن يعني تنزل من مثلا جوجل ستور اوبن في بي ان كلاينت وتشبك على على بيتك زي كأنك موجود بالبيت، إذا كان في عندك أي إشي داخل البيت حاب تشبك عليه فرضا يعني اي بي سيك علشان تشبك بين تو سايتس، إذا بدك تو